شغوب تحتوى على صفاتكم الحرة. هذه التشكيلة الرائعة والمميزة من سحر ألف ليلة وليلة في عالم التصاميم المغربية، تصاميم السهرات. اتفاقات حرة نختموهم على مصممنا ومختصة عالم الموضة خديجة غوب تحتوى على صفاتكم الحرة. انا جد سعيد بالمشاركه ديالي في التظاهره ديال المهرجان ديال فاشن دور في النسخه ديالها الاولى. ان شاء الله كنتمنى لهم النجاح والتوفيق في الدورات الماجيه ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله نكونوا معاهم حتى المره الجايه. وكانت لا كوليكسيون ديالي ديال كوليكسيون الرجاليه، الموضوع ديالها كيهضر على الاناقه ديال الرجل اللي توني خاصين بالسهرات والحفلات. وكنتمنى من الحضور ينال الاعجاب ديالهم لا كوليكسيون ديالي. لا كوليكسيون ديالي ديما كتكون يونيك، دونك هاد المره بعدت شويه على البلدي، درت لمسه عصريه اللي كتكون خاصه بالحفلات والسهرات باش نميزو شويه بحكم انه دابا الصيف. دونك اختاريت تكون لا كوليكسيون ديالي ديال لي شوميز السواريين. وايضا كانت المشاركه ديال لا مارك ايلينو ديال المصممه المبدعه سعاد الصديقي اللي بيناتنا شركه طبعا في العمل ديالنا، انا كندير الرجال وهي كدير النساء. ولكن لا كوليكسيون ديالها دارتها ديال 2023، العنوان ديالها الاناقه ديال الزي المغربي القح، ودائما كدير معاه العصرانه طبعا. وان شاء الله كنتمنوا يكون نال اعجاب الحضور، وان شاء الله المزيد من النجاح في الدورات المقبله. القفطان ديال مدام سعاد الصديقي لا مارك ايلينو، تبارك الله عليها، دائما كتلعب على ان تكون لا كوليكسيون ديالها فيها عصرانه، ودائما اللمسه المغربيه دائما حاضره طبعا، وكتكون لمسه جد متميزه من ناحيه القماش والجوده ديالو والاحجار، دائما كتكون عندها لا كوليكسيون مختلفه. اليوم ان شاء الله فرحانين بزاف هاد ليفينمون اللي دار لينا فؤاد، هو فاشن دور بروميير اديسيون ديالو اللي كانت تبارك الله رائعه واكثر من رائعه. كنديروا كل ما هو تقليدي، كل ما هو قفطان اكسسوار، داكشي كلشي ما يخص سانكافت. حاولنا ندخلوا شي حاجه جديده لاكادير باسكو الناس كلشي واحد فكره على اكادير ما فيهاش، اكادير ما فيهاش. حاولنا احنا من فاس نجيو نبينوا الصوره ديال اكادير، راه فيها كلشي. مرحبا بكم كاملين، وغادي تشوفوا ان شاء الله ليفينمون. لي ماريي ديالنا كيبغيو ان بريستيج، كيحتاجوا ليموزينغ معاهم. عندنا واحد ليموزينغ في اكادير بيان سور، كاينه وحده في اكادير اللي كاينه معنا، يعني كنديروا لو بارك كومبلي فيه ليموزينغ وفيه تانكافت. الجديد اللي ضفناه هو الصراحه كلشي عندنا جديد وديما الجديد. كنحاولوا نغيروا داك الصوره ديال النقافه في اكادير، حيت في اكادير ما كانش كانوا جوج ولا ثلاثه النقافات، كان عليهم الضغط بزاف. الوغ كاينين بزاف ديال النقافات اللي خرجوا دابا في اكادير. كنحاولوا نبينوا انه النقافه راه ماشي غير تلبس تكشيطه وكوليه وتاج وصافي هي عروسه. كنحاولوا نبينوا ديك العروسه واحد الحله اللي تكون راقيه وكلاس وزوينه. في القفطان ولاو كيركزوا على لا سامبليسيتي، دابا ما بقاش شحال هادي. زمان كانوا كيديروا تخليله ويديروا الجوهر بزاف ويديروا شحال من حاجه كثيره، دابا كيركزوا على لا سامبليسيتي، شي حاجه خفيفه نظيمه تاج. كل ما كانت الحاجه خفيفه كل ما كطلع راقيه وزوينه. وانا في اكادير فاش بديت حاولت بدلت بزاف د الحوايج، بدلت عليهم شحال من حاجه بحيث ولاو كيحاولوا يديروا بحالنا. هو الصراحه في 2023 العرسه تقلال شويه، حيت جات مع الصيف، جات مع العيد، جات مع الناس بزاف تاثروا بهاد العرسات اللي ما كاينينش. ماشي غير العرسات، ماشي غير النقافات، لي تريتور، لي سال، كلشي تاثر في هاد الصيف هذا بدات. كنتمناو ان شاء الله العام الجاي ولا الناس يعوضوا هادشي اللي ضاعوا فيه. انا شاركت في هاد الحفل هذا في النسخه ديالو الاولى فاشن دور. عندي منتوجات كتهتم بجمال المراه وكتبازي بزاف على زيت ارغان. كما كتعرف زيت ارغان ما كيتواجدش في اي بلاصه في العالم من غير مدينه اكادير، فانا بحكم من بنت المنطقه وعندي خبره في هذا المجال هذا، فالمنتوجات ديالي كيبازيو بزاف على زيت ارغان. من بعد كان
كناخذوا منتوجات اخرى مغربيه كالعكر الفاسيلي معروفين وكنصاوبوا بهم منتوجات اخرى. طبيعه الحال في الاول ما كانش بزاف ديال الناس كيسمعوا بزيت ارغان، كاين اللي ما كانش كيعرفوا وكاين اللي كيعرفوا. من بعد ما كيجربوا المنتوج وكيعجبهم فكاين اقبال والحمد لله، واحد كيقولها اخر يعني المهم كاين واحد الاقبال كبير، خصوصا ملي كيعرفوا زيت ارغان كيكون واحد الاقبال كبير، وملي كيعرفوك بنت المنطقه فكيكون واحد الاعجاب من الطرف ديالهم بهذه المنتوجات. بطبيعه الحال لان المغرب عندنا تبارك الله بزاف ديال المواد الطبيعيه اللي ما كيتواجدش في دول اخرى، فكنصح انا البنات يلجؤوا لهذا الشيء اللي ما هو طبيعي احسن. هذا الصيف لونسيت الجديد ان شاء الله اللي كان حصري في هذا ليفينمون هذا اللي داز اليوم، اللي هو باك تاع لوبان الدكار، يعني باك شامل ديال لوبان الدكار اللي كيهتم بالبشره. وكذلك لونسيت واحد السيروم تاع الرموش، تقويه الرموش. الصراحه كان واحد الحفل في المستوى، كل شيء كان رائع، لا الاداء لا الفنانين، كانت واحد لومبيونس زوينه اللي كانت كتشتاقها مدينه اكادير. كل شيء داز زوين والراي ديالي يعني تنقول لك 10 على 10. كنتمنى ما تكونش هذه اخر موسم، يعني الموسم الاول نتمنوا بزاف ديال المواسم وتعطى فرص لبزاف ديال الناس اللي عندهم مشاريع صغرى باش يبينوا المشاريع ديالهم. بالنسبه للنسخه الاولى ديال فاشن دور بمدينه اكادير، كان لنا شرف لنا اننا نكون اول تظاهره في تاريخ اكادير لحد الساعه 2023 ان دخلنا بوديوم ديال الزاج، وحاولنا نخدموا ونسيبلو على جميع الثقافات اللي منها القفطان المغربي اللي غني عن تعرف انه مغربي 100%، لي غوب سواري، الثقافه الامازيغيه، الكلاس، يعني حاولنا ندخلوا واحد الشو اللي هو مختلف، والحمد لله كيبان لنا النجاح من التظاهره الاولى وكنتمنى الله التوفيق. بالنسبه للفنانات العروض انه الحمد لله احنا عندنا فنانه معروفين في البلاد غنيين على التعريف، واللي هما اصلا لي ميوزيك ديالهم اختصاصيه بلو ديفيلي دو مود، اللي منهم سعيده شرف وليد الرحماني اللي حيوا لنا هذا الحفل هذا، وكان الحمد لله تفاعل مع الجمهور معهم وتفاعل مع لي توني اللي قاموا بهم الناس. بعض الفنانين اللي تعذر عليهم انهم ما يحضروش، كانت واحد نقص في الكومينيكاسيون بيناتنا، سينو ما تمش واحد التفاهم اللي جا متاخر بزاف، بحيث اننا احنا ما اضطريناش اننا نلغوا لافيش جلوبال حيث انه ما تمتش الكومينيكاسيون، سينو ما خرجنا حتى بشي رد او شيء ما شباب، بحكم انه بعد هذا الفنان هذا اقترح لنا انه اسباب قهريه، سينو ما كانت حتى شي اسباب قهريه لان حتى الساعه ما خرجنا بحتى شي رد. اكادير هو منطقه نشيطه بزاف واللي كتسيب لي جميع الثقافات وجميع لي زيفيمون من مختلف الطرق اللي فيهم. اليوم كان احياء الحفل ايفيرمون ديال بوجلود وكانت فاشن دور، والحمد لله مدينه كبيره بزاف، يعني كأكادير شي حاجه عادي يكونوا فيها ثلاثه ديال لي زيفيرمون في نهار واحد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.